إذن مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم من ملعب المسيرة الخضراء بمدينة الدرويش في مباراة بين فريق وفاء الدرويش وهلال الناظور ضمن بطولة القسم الثاني. هو جهة الشمال الشرق انطلقت المقابلة منذ 30 ثانية، مقابلة كبيرة، مقابلة حماسية بحكم أن المباراة مباراة محلية وديربي الريف كما يمكن وصفه. وأكيد أننا سنعاين لا محالة أجواء حماسية، التشويق والإثارة. قلت بأن المباراة بحكم أنها تجمع بين فريق هلال الناظور وفريق وفاء الدرويش فأكيد ستكون مباراة قوية. كل فريق سيسعى لتحقيق نتيجة الفوز في هذه المباراة التي تندرج ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة القسم الثاني. هو الجمهور غفير يحضر لمعاينة المباراة التي تجري على ميدان ملعب المسيرة الخضراء في مدينة الدرويش. الكرة لفائدة فريق هلال الناظور من الجهة اليمنى. فريق الهلال يحاول في الأثناء من وسط الميدان الانطلاق هنا قرب منطقة لاحظ كرة عشوائية. أكيد أن الحماس طغى أو سيطر على مشاعر اللاعب رقم 7 من فريق هلال الناظور، وبالتالي يقذف بشكل عشوائي لتضيع الفرصة الأولى أو الثانية في المباراة. كانت فرصة في اللقطة الماضية لفائدة فريق وفاء الدرويش. في التماس لفائدة فريق هلال الناظور. نلعب الدقيقة العاشرة من الجولة الأولى، ودائما صفر لمثله نعيش على إيقاع البياض. مع بداية المباراة يتضح بأن الفريقين معا يرغبان في تنويم أو في المرور عبر جسر النبض الذي قد يستمر ل 15 دقيقة أو أكثر بقليل. في الصورة نعاين إصابة أحد اللاعبين من فريق هلال الناظور، ولكن في كما هو متعارف عليه لا يجب إعطاء الإسعافات الأولية للاعب داخل أرضية الميدان. ربما الحكم نسي هذا القانون وبالتالي تعطى الإسعافات الأولية للاعب داخل أرضية الميدان كما أعلم. وأتمنى أن تكون المعلومة صحيحة على ما أعتقد. اللاعب الوحيد الذي تعطى له الإسعافات داخل أرضية الميدان هو حارس المرمى فقط. إذن رمية التماس لفائدة فريق هلال الناظور الذي يبدو أنه فريق صعب المراس وفريق جيد منظم. هي الانطباعات التي خرجت منها من 10 دقائق التي جرت حتى الآن. الجمهور فريق هلال الناظور يحضر بقوة لمؤازرة فريقه ومعه أعلام ورموز تاريخية تعود لمنطقة الريف. نعود إلى أجواء الميدان. رمية التماس وبكل روح رياضية. لاعب فريق هلال الناظور يقدمون الكرة لفريق الوفاء. هنا لم ينسل يتدخل يبعد الكرة. علي بوزلماط يحاول الانسلال لكن خط دفاع فريق هلال الناظور بقيادة عبد الرحيم بونافوس أحد أقدم العناصر هنا هجمة لفريق هلال الناظور، ولكن الحكم يقول تسلل على اللاعب رقم 7 من فريق الهلال. نلعب الدقيقة 13 ودائما التعادل الأبيض 0 لمثله أو بالأحرى الحكم يعود إلى الخلف قبل التسلل ويشير إلى ضربة خطأ لفائدة فريق هلال الناظور. إذن ضربة خطأ على بعد حوالي 50 متر من مرمى حارس فريق الوفاء الرياضي محمد الزواجي. سنتابع ما إذا كانت الخطورة أو يأتي الهدف من خلال هذه الضربة الثابتة. سنتابع برفقتكم كما الجمهور أيضا كما كل مكونات
الفريقين. اذا ضربة خطا تنفذ اللحظة، تدخل من الحارس محمد الزوجي، هجمة مرتدة عن طريق اللاعب عبد الصمد ابراهيم، محاولة ولكن تدخل اللاعب رقم 16 المدافع الايسر لفريق النضور يبعد الكرة الى التماس، ضربة تماس او رمية تماس لفائدة فريق الوفاء الذي لا زال يبحث عن نفسه ولا زال يبحث عن ممر يؤدي الى شباك الحارس الناظوري. رمية جانبية ايضا تقترب الكرة شيئا فشيئا من مربع عملية فريق هلال الناظور، لكن لحد الان لازلنا ننتظر الجديد. فريق الهلال كان قد فاز في مقابلة الماضية على فريق وفاء فاس في مدينة زغنغان بهدفين لصفر، بينما فريق الوفاء كان معفى في المباراة الماضية. الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل الدفاع ينقذ الموقف، محاولة من أكدود تعود الكرة إلى علي بوزرمات من الجهة اليسرى، محاولة إذا الكرة دائما قرب منطقة العمليات، محاولة للتسديد وتدخل الدفاع، دفاع فريق هلال الناظور يتحمل عبء المحاولات في هذه اللحظة، والحكم يعلن عن ضربة خطأ لفائدة فريق هلال الناظور قرب منطقة الجزاء لهذا الأخير. لحظات وتنتهي المباراة، فقط الجميع ينتظر الصافرة النهائية لحكم المباراة. هنا هجمة لفائدة فريق الوفاء الذي يبحث عن هدف ثاني في المباراة بعد تسجيل فريق إلى الناظور. هنا هجمة من الجهة اليمنى، محاولة للدخول إلى منطقة الجزاء لكن استماتة من فريق دفاع فريق هلال الناظور، وفي الأخير الحكم يمنح ضربة خطأ لفائدة دفاع فريق هلال الناظور. قلت لحظات وتنتهي المباراة، أكثر من 6 دقائق في وقت بدل ضائع أضافه الحكم إلى التوقيت المباراة. فريق هلال الناظور يحاول تضييع الوقت لأنه هو المستفيد، هو الذي يلعب خارج الميدان، أدى مباراة جيدة خاصة وأنه
لعب معظم فترات المباراة منقوص بخدم من خدمات لاعب واحد. في الأثناء مشاهدينا الكرام يعلن الحكم عن انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف بين فريق الوفاء وفريق هلال الناظور. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في مواعيدنا.